انا عايزك تنزل دلوقتي تاخد تاكسي وتطلع على بيتك، تلم شويه حاجات وتجيب عربيتك وتيجي على هنا. اشمعنى؟ اسمع بس اللي بقولك عليه ونفذه. فهمني طيب يا فتحي. البوليس حاططنا كلنا تحت المراقبه، وانا عندي مشوار مهم، عشان كده انا عايزك تنزل دلوقتي تاخد جزء من المراقبه وراك تفسحه، وانا شويه وهنزل وراك وهعرف اتصرف مع المراقبه اللي فاضله. طب يا فتحي، ما دام الحكايه فيها مراقبه وقلق، ما بلاها مشاوير، خلينا قاعدين هنا وهاديين زي ما انت قلت. يا ابني نفذ اللي بقولك عليه وخلاص. الله، في ايه؟ يلا قبل ما اخش اغير هدومي تكون انت نزلت. وبقولك ايه، مش عايز اي حركه من حركات الجنان بتاعتك. ها، البوليس هيكون وراك. كفايه بقى اللي حصل لحد كده. حاضر، اللي تشوفه فتحي. ايه يا ديزل؟ معلش يا حبيبي، سامحني بقى، هسيبك النهارده تتعشى لوحدك. معلش، خلاص؟ خلاص بقى يا ديزل، ما تزعلش بقى، انت حبيبي بس هو حبيبي الاولاني. مش هتأخر عليه. ماهر تعال اتفضل.
ازيك يا ليلى؟ ازيك يا ماهر؟ اتفضلي. تعالي اتفضلي. والله العظيم انا قلت انت مش جاي وهتزوغ مني زي عادتك. لا انا المره دي وعدتك. ده انا كمان جايب لك معايا قمر الدين. هو انت لسه بتقول عليه قمر الدين؟ انت عمرك ما هتتغير يا ماهر. تعالي اتفضلي. انت عارف ان انا عملت لك الاكل ده بايدي؟ ما كانش في داعي تتعبي نفسك يا ليلى. تعب يا اخي؟ سيبني اتعب مره عشانك. ما انت ياما تعبت عشاني زمان، ايام ما كنت نجم جيلك وانا يا دوبك حته ممثله مبتدئه لا راحت ولا جت، بتدور على اي فرصه وكل عمال يشتري ويبيع فيها. فاكر يا ماهر؟ فاكر انت وقفت جنبي قد ايه وساعدتني؟ فتحت لي كل الابواب وعرفتني على كل الناس من غير ما يكون في نيتك اي حاجه وحشه او مستني اي تمن. ولما حصل اللي حصل وجي عليا الدور ان ارد لك ولو جزء بسيط من جمالك، سبتني وهربت. احنا مفيش بينا جمال يا ليلى. في دي عندك حق، احنا فعلا مفيش بينا جمال، عشان احنا اللي بينا اكبر من اي جمال، بس انت برضو اللي عملتها وهربت. بقولك يا ليلى، ما تيجي ما نتكلمش تاني في المواضيع دي، مفيش داعي نقلب على بعض المواجع. ماشي يا ماهر، بس بشرط. شرط ايه؟ توعد يا ماهر انك عمرك ما هتهرب مني تاني. يا ليلى انت عارفاني كويس، انا عمري ما وعدت وخلفت وعدي. وتخلف وعدك ليه بس؟ هو انت ايه يا ماهر، غاوي تعذبني وتعذب نفسك معايا؟ يا ليلى فهميني، انا ببعد بس عشان ما اعذبكيش معايا. انت فاهم غلط يا ماهر، انت وجودك جنبي هو الحياة بالنسبة لي، ولما بتبعد عني انت مش عارف انا بتعذب قد ايه. ريحني بقى يا اخي وريح نفسك. ليلى عشان خاطري ممكن بقى يعني ننسى اللي فات، لان انا بصراحه ميت من الجوع. ماشي يا ماهر، انا هاجل كلام في الموضوع ده بس مؤقتا، بس اوعى تعملها وتهرب مني زي المره اللي فاتت. اهرب؟ لا طبعا، انا مش همشي من هنا قبل ما اخلص كل الاكل ده واشرب كمان قمر الدين كله. طب يلا.